ورحمه الله وبركاته. طبعا لتاكيد النتائج عند احد الاخوه فطلب ان نشوفه للبير، انه هو حفر لي 200 وكم يا عم؟ حفرت تقريبا 300. لا الاول الحفره الاول 250. كم؟ 250 بدات السطحيه. السطحيه بعدين استمروا عمق حوالي 350. ايه ونقول المي الكويس وثبتوا عليها. ثبتوا عليها وبعد فتره عمق اخرى لغايه 400. 400 كويس وثابته تقول المي 8 لتر في الثانيه. يعني الحصان 40 حصان. 40 حصان المضخه. ايه باه كويس، واحنا ان شاء الله درنا التست على البير والحمد لله يعني طلعت موافقه لما قال الاخ اللي هي المعدنيه اللي هي الان ثابتين عليها من 370 ل 480 بنسبه كم؟ 52% والماء والسطحيه هذه من 200 وكم؟ 215 ل 260 215 ل 260 هذه السطحيه وطبعا مالحه، والعميقه من 370 ل 480. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.